إذن أفادت مراسلة العربية بتأجيل توقيع الاتفاق النهائي في السودان المقرر في الأول من أبريل المقبل بسبب الخلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، إلا أن مصادر مطلعة كشفت للعربية عن اجتماعات مرتقبة لاحتواء تلك الخلافات حول آلية وجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في صفوف القوات المسلحة. يأتي ذلك رغم تأكيد الجيش وقوات الدعم السريع في وقت سابق التزامها بالوصول لجيش قوي مهني واحد وبكل ما ورد في الاتفاق السياسي الإيطالي.